ايه ابسط حاجة احنا ممكن نعملها عشان موضوع اكسدة البشرة؟ بنات كتير جدا تيجي تغسل وشها الصبح تبقى وشها زي الفل كده ومنور وكل حاجة، وبعد شوية فجأة الوش بيبدأ يغمق تاني، فبيقولوا على اللي بيحصل ده يعني اكسدة البشرة. اولا تنقي غسول مناسب، يعني ممكن يكون اصلا الغسول مش مناسب لنوع بشرتك، بتغسلي بغسول يا دوب بينشف البشرة بس كده وينشف الدهون اللي عليها، فيديكي مظهر كده ان انت بشرتك جلوي كده ونضرة، وبعد شوية بشرتك بتلاقيها ترجع تبقى بهتانة من تاني. لو انا بشرتي جافة مثلا انقي غسول يكون فيه مرطبات عشان يرطب بشرتي ما ينشفهاش قوي. لو انا مثلا بشرتي دهنية مختلطة لازم انقي غسول يكون فيه مادة السلسلة عشان يقشر للجلد المنشف لي الدهون اللي بتكون زيادة على البشرة وبتديها مظهر انها مطفية كده. الكسدة دي يعني معناها ان بشرتك مطفية. ممكن نستخدم سيرم فيتامين سي، سيرم فيتامين سي مرة بالنهار يدي برضو نضارة وجلو كده للبشرة ويمنع موضوع الاكسدة ده. كمان ارطب بشرتي، لو انت تقدري تجيبي حاجات فيها هيالورونيك تمام، ما تقدريش مش شرط، يعني ممكن اي مرطب مناسب لنوع بشرتك هيديكي برضو النضارة والترطيب، حاجة بس يكون مناسب لنوع بشرتك. واقي الشمس، انت لما تحطي واقي شمس مناسب لنوع بشرتك هيحميكي من الشمس وما يديكيش مظهر الاكسدة. لكن لو انت بتحطي واقي شمس اصلا مش مناسب، يعني تقيل كده على وش وانت اصلا بشرتك مختلطة او دهنية، طبيعي انه هيديها مظهر مطفي ولمعة كده مش حلوة على بشرتك، فهتحس ان بشرتك اصلا غامقة.